رانا احنا كي نحكيو على الحبوب، الحبوب مش قمح لين وقمح صلب، عندنا شعير، عندنا تريتيكال، عندنا حاجات اكثر متاقلمه. خلينا نسالك سي علي، خلينا نسالك، عندنا اكتفاء ذاتي في نوع من الانواع اللي كنت سيادتك تشير لهم؟ هذوما تو بالنسبه للقمح الصلب نجموا نقربوا الاكتفاء الذاتي، نجموا نحسنوا في الانتاجيه. اليوم عندنا لا، اليوم لا بعد لا بعد تقريبا في القمح الصلب بالنسبه لصابه السنة تقريبا باش نستحقوا نوردوا تقريبا شطر نتاع الانتاجنا. قداش عملنا سنة؟ معناها سنة انتجنا تقريبا جمعنا كيما نقولوا 7.5 ملايين قنطار تقريبا، واحنا استهلكنا في حدود 12-13 مليون قنطار. معناها بعاد على الاكتفاء الذاتي. بعاد على الاكتفاء الذاتي. القمح اللين. القمح اللين انتاجنا كان ضئيل جدا، نكاد ما ننتجوش حتى شيء، معناها حكيت بتاتر 1-2% من البقية الكل مورد. الشعير. معناها هنايا تقريبا 14 مليون قمح لين في المليون قنطار في الاستهلاك، اللي ما ننتجو منهم كان حاجة ضعيفة ياسر بحكم كذلك سياسات الاسعار. هاني جيتها لكن انا نحب ربما نجاوب على المغالطه اللي قاعده صايره، اللي فما برشا عباد تعتبروا انه اليوم في تونس عندنا اكتفاء ذاتي في الحبوب. لا هذه انا معناها نجم ناكد لك انه ماهوش صحيح، وحاجه راها مستبعده حتى في المستقبل المدى المتوسط ولا البعيد. راهو مساحاتنا محدوده، راهو مناخنا مناخ صعيب بالنسبه للانتاج، وراهو كي نقولوا مساحات حبوب ما نجموش نوسعوا فيها. معناها السياسات اللي جات اخيرا لدعم باش نوصلوا للاكتفاء الذاتي الاخيرا عام 2022، نقولوا ندعيوا فلاحتنا باش نتوسعوا في مساحات الحبوب، خي منين باش نجيبوها مساحات الحبوب؟ انا عندي سؤال زاد سي عزيز، خنتفاعل معك ما يسالش يا اخي. انا كي نسمع انه في هولندا اللي هي على البحر، معناها براتيكمون على البحر، الروندمون نتاع الهكتار حبوب في 80-90 قنطار، وانا اليوم لهنا في تونس ما نخلطش حتى 10-15 معناها قنطار في الهكتار. شوف شمال اوروبا عنده خصوصيات، وفي اوروبا ينتجوا القمح اللين بلي ديفير، قمح لين شتوي. احنا نرانا على اصناف ربيعيه مزروعه على فصل الشتاء، والاصناف الربيعيه هذه هي كي نزرعوها في فصل الشتاء بطبيعتها يلزمها تكون اقل من الاصناف اللي تنتج في اوروبا. ما تنجمش خاطر لي سيكل دو برودكسيون نتاعها اقصر بصيف عليه. اصناف مثال في اوروبا حتى في شمال فرنسا ولا في شمال المانيا يزرعوا في اصناف تتزرع في اول اكتوبر، يتعدى عليها شتاء بارد بصيفتها اصناف شتويه وتتحمل البرد وضروري لها البرد في الانتاج نتاعها، وتتحصد في اوت، معناها تشد الارض 10 شهور 11 شهر. عندنا احنا القمح يطيب نقولوا ولد 3 شهور، سيفيري يطيب على 6 شهور و7 شهور، لكن بين الزريعه والحصاد تلقى 7 شهور نحضروا قمح.